شاهدين، خلينا دلوقتي نروح نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ المدارس في عقد اختبارات شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي. وشددت وزارة التعليم على أن تكون أسئلة اختبار الشهر الثاني من المنهج المقرر لشهر مارس ومنع وضع أسئلة من باقي المنهج. النهاردة هتحيي فرقة أعز الناس حفل الليلة التاسعة من برنامج هل هلالك في 8:30 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ضمن البرنامج اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان. وبتجدو الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب. النهاردة هيحيي الفنان تامر حسني حفل المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا اللي بتقام على استاد مصر في بطولة كأس عاصمة مصر في تمام الساعة 10 مساءً.